السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية في الأسبوع السابع في علم بنك الدم، وتوقفنا عند شابتر 2 RH Blood Group System، عامل ريزيوس أو ريزياس. قال لك في عام 1940 لاندشتينر هذا العالم أند وينر كتبوا تقريرهم أنهم اكتشفوا في فصائل الدم في حاجة اسمها ريسيوس. شو هذا ريسيوس؟ قال لك هذا عبارة انه انتي بادي بتكون موجودة تو اجلوتينيت ابروكسيميتلي 80% راندوملي سيليكتد اي بي او كومباتيبل دونر اند ليتر واز شون تو بي انتي ار اتش ان سبيسيفيستي. يعني جاب هذا انتي بادي فعلها فلقى انه موجود 80% من المرضى هدول، عفوا من الناس هدول، من الناس العاديين اللي هو انا وانت، عندنا موجود ار اتش بوزيتيف. فهمتها؟ مع الناس انتي بادي ها في السيرم موجود انتيجين فقط على خلايا الدم الحمراء بنسبه 80% من الناس. يعني اللي عنده نيجاتيف ما عندوش بوزيتيف ار اتش، خلي بالك انتي بادي. بس بنتكلم على الانتيجين. طيب فقال لك ايه الار اتش بلاد جروب سيستم اذا كومبلكس سيستم، هو نظام ايه معقد شوي، سيرتن اسبيكتس اوف اتس جينيتكس من ناحيه وراثيه نومان كلتشر اند ستيل ان ستيلد. الامور غير واضحه كتير، لكن هنا هيومن انتيجين دايركتد اجينست دي انتيجين، ممكن نقول عنه دي انتيجين واز فيرسز نوز تمت ملاحظته، ممكن يسموه يعني دي انتيجين. ذا هيومن انتي بادي دايركتد اجينست دي انتيجين واز فيرست نوتيست ان ذا سيرم اوف ذا جروب اي هومن وومن هو هاد هيستوري اوف ستيل بيرس اند ترانسفيوجن رياكشن. هذه ستيل بيرس، هذه المره كان عندها اجهاض اكثر من مره وتفاعلات اللي هو ايه في نقل نقل انتي بادي ترانسفيوجن لها باي ليفن اند ستيتشن ريبورتد في عام 1939. الار اتش فاكتور حنحكي القصه عندنا ديو تو اتس سيميلاريتي ويتش ذا انتيجين فاوند ان ريزياس في مونكي. برضو حنشرحها، هذا موجود الريسياس في الار اتش في مونكي على دم القرد. ات واز ايزوليتد هيومن ان وتم عزله ان سيرا انديفيدوال ترانسفيوجد ويز اي بي او بو اي بي او كومباتيبيليتي ار اتش بوزيتيف بلاد. يعني باختصار قال لك انه العالم هذا اكتشف عامل ريسياس على يعني انتيجين موجود على خلايا الدم الحمراء في القرد اسمه ريسياس، تمام. وهذا ريسياس راح هذا العالم عازله واثبت في عام 1939 انه هنالك فصيل دم مختلف تماما يدعى ريسيوس. ليش مختلف ما حطناهوش في مجموعات الدم؟ لأنه قال لك لا يوجد له أنتي بادي في السيرم، لكن ممكن يتصنع أنتي بادي في السيرم. عدنا ذكرني لو ممكن يتصنع هاي النقطة ونتكلم فيها، لأني سبق وأنا تكلمت فيها. طيب نرجع، قال لك وراح الراجل مثبت الكلام هذا ومسميها ريسيوس، تمام. قال لك فارذر ستدي، دراسات اخرى استابليش ان انيمال انتي ار اتش اند هيومن انتي ار اتش نات ايدنتيكال، مش متشابهه الدراسات، لكن انطلقت الدراسات تايم تو ليت اند ار اتش براد جروب سيستم هاف ريسيفد اتس نيم، وتم منح اسامي عديده زي ار اتش اتش ار، تمام. وينر بروبوز ذا جين برودكت سنجل اجلوتينيشن سيرفيس اوف ريد سيلز، يحدث تجلط او تخثر للدم نمبر اوف انتيجين ريكوجنايزد باي اون سبيسيفيك انتي بادي. هذه سبيسيفيك انتي بادي اذا تكرمت حط لي عليها هان وعدك ذكرني فيها لاني حتكلم فيها. لقى انتي بادي سبيسيفيك، لقى انتي بادي سبيسيفيك في المذر في الست اللي تو حكينا عليها، لأني هحكي القصة وحنحتاجها عندنا. كابيتال بي آر دونيت يعطى هذا الاي كابيتال بريزنس اوف اوريجينال فاكتور ان اجلوتينيشن، يعني انتيجين اساسي موجود. ار اتش ديسكرايب ان ار اتش بريزنت دي، والمهم ار كابيتال وار سمول، اي كابيتال واي سمول، دي كابيتال ودي سمول، ار اتش بريزنت سي دي، كلها مسميات مختلفة
لنفس الريزياس. زي ما احنا شايفين عندنا، شايفين كيف هنالك منه ايه، فيشر ان روزنفيلد از ذا فولوينج تيبل كومبارزن اوف نومان كلشر اوف انتيجين اوف ار اتش. موجود عندي انتيجين واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، تمام، دي سي اي سي سمول اي سمول. في النهاية انا بعنيني انه ار اتش سواء 1 2 3 4 5 في النهاية ار اتش واحد. طيب قال لك ذا ار اتش انتيجين كان بي ديمونستريتد ان فيتال، ممكن نلاقيه في دم طفل جنين ريد سيلز بعد 38 يوم من ايه، من الحمل. يعني الطفل بعد هذا، هي صفة تانية تختلف، انه قلنا في الاول ملوش انتي بادي، ثانيا ممكن نلاقيه بعد 38 يوم من الحمل، وهذا مش موجود في الاي بي او بلاد جروب، ويستمر حتى في الولادة. بنلاحظوا there are 5 ريزياس انتيجين، تو حكينا انه 5 انتيجين موجودة له، يعني 5 جينات موجودة له. found in blood، لا يوجد في السلايفا ولا الامنيونيتيك فلود. مين الامنيونيتيك فلود؟ السائل المحيط في الجنين داخل الرحم. and not detected in leukocyte or platelets، وحتى كمان ما لقوهش، يعني امره بسيط. دي جين not expressed and لا هي not expressed، يعني دي ما بيعطينيش انه مثلا نقول دي كابيتال ودي سمول وموجود منه انواع، لا 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 لا, لا. ما فيش منه انواع individual leak of this antigen may be to produce corresponding، لا ما فيش موجود منه الكلام هذا. individual who leak any of this antigen may be stimulated to produce a corresponding antibody، ممكن يكون عنده يا دي سي سمول كابيتال ترانسفيوجن اور بريجنانسي، ممكن انه هذه تكون موجوده، تمام، ممكن تكون موجوده، تمام. شوف ايش قال لك هان، انا بزيس انت ميبي، لربما نلاحظها بشكل قليل جدا. ذا كومون ار اتش انتي بادي اللي هو الاي او السمول او كذا انتي بادي وكير انديفيدوال هو لوك كروسبندنج انتيجين، ممكن نلاحظ انه تظهر برضو الانتي بادي الريسياس، بس في ايه، في حالة انه انتقل له دم. طيب هات نفهم اليوم ايش في حالة ما انتقل له دم، ونوضح الامر الان اللي الي ساعة انا بقول لك حنشرح لك. صلي على النبي. هذه الست زي ما احنا شايفين نيجاتيف، هذا الراجل بوزيتيف ار اتش، الار اتش بتاعه ايه بوزيتيف. هذا الراجل اتجوز الست هذه، تمام، الست هذه جسمها نيجاتيف، الجنين اجى لابوه بوزيتيف. يا سلام، قال لك الجنين في الحمل الاول مفيش مشاكل، اثناء الولاده وخروج هذا الجنين اللي هو البوزيتيف اختلط دمه بدم الام، الام ايه راحت مسويه، مفيش عندها انتي بادي للار اتش، راحت الام مصنعه انتي بادي بوزيتيف جديده اللي هو قلنا عنها سبيسيفيك انتي بادي، اللي هي ايه، تم تصنيعها مكتسبه وليس مورثه. افهم، في الحمل الثاني، تمام، الست هذه حملت في جنين بوزيتيف، تمام، اثناء الولاده تم تصنيع انتي بادي هاجمت الجنين، دم الجنين اثناء الولاده، الانتي بادي جاهزه اللي هي سبيسيفيك المصنعه وليس المورثه، فهاجمت دم الجنين فكسرت دم الجنين فسببت له امراض ومشاكل اخرى، تمام. عملية فحص الار اتش بكل سهولة، بلاد جروب تكنيك ميثود اوف ار اتش، ار اتش جروب كان بي بيرفورم روتينلي، بسيطة، طريقة سهلة، يعني ما عارفينها مع البلاد جروب بنشتغلها، مش محتاجة تعقيدات. على السلايد تيست تكنيكال سيمبل از نوت ريليابل، نوت ريليابل، غير مريحة كثير. قال لك التكنيك المستخدم او يعني بسيط جدا، كومن اوت دور كامب، يعني تستخدم ايه، outdoor camps في المخيمات او في المعسكرات الطبية الخارج المستشفى، not for routine testing in blood bank،
هو مش مستخدم في الروتين لانه بنشتغل طرق اكبر من هيك. Weekly reactive cells may not give positive test. ممكن في بعض الحالات ما بتعطيش بوزيتيف. البروسيجر حط 1 دروب من الانتي دي تمام على الهول بلاد حطينا عليها تمام. ممكن تاخذ 50% ريد سيل سسبنشن ان بلازما بوس سلايد ميكس تمام سلايد سبيريد اخلط بعدين لمده دقيقتين فيو ابروكسيمتلي عند حضن عند 37 هذه الدقيقتين يعني. ودائما بنحطها على قفا ايدنا زي ما علمتكم على اساس انه تعطي ايه بوزيتيف اجلوتينيشن اون ذا سلايد ودور على الاجلوتينيشن بوزيتيف او نيجاتيف تمام. وخلي بالك انه العينه ما تجفش معاك دراينج اب سوليوشن ماست نوت بي كونفيوز ويز العينة لو تركناها لوقت طويل بتعطي نتائج زي ما بصير في بعض الحالات وبنقبل إن شاء الله في العملية أفرجيكم إياها. طيب وهي الكلام اللي شرحناه للآر أتش بوزيتيف. أخذنا دم المريض اللي هو ريد بلاد سيلز أو بوزيتيف أو عفوا أو اللي هو موجود الأنتيجين عليها تمام. حطينا الريجنت اجلوتينيشن معناته في بوزيتيف ار اتش نو اجلوتينيشن معناته لا يوجد ار اتش. طبعا ارجع واكرر الاجسام المضاده اللي تم تصنيعها في الحمل الثاني هي ايه مصنعه وليس وراثيه. فاذا هي ايه سبيسيفيك انتي بادي. لو سالتك شو هي السبيسيفيك او السنسيتيف انتي بادي بتقول لي تم تصنيعها بعد التعرض الاول في أثناء الحمل تمام. لا طبعا DU typing using indirect anti-globulin test ممكن انه كمان اسمي DU weak expression of D antigen detecting ممكن نلاقي حاجة اسمها DU only by indirect agglutination test ونستخدم طريقة غير مباشرة. The anti-D sera used for this test must be contain IgG either monoclonal or monoclonal IgM recommended for this test. اعطتنا اللي هو الانتي-D اعطتنا بوزيتيف عنا هنا تمام مع الRH اذا هي بوزيتيف. اعطتنا نيجاتيف اذا هي نيجاتيف. اعطتنا بوزيتيف هان وهان بوزيتيف هذا الكنترول معناته ايه نيجاتيف معناته ايه impaired or الفحص يجب الريجنت امباير يوز وله خطوات ونفس الشيء استخدم الار اتش زي ما استخدمناها. هان اخذ اللي هو دم المريض مع الانت الدي يو اللي هو ايه الريجنت تمام. نو اجلوتينيشن نيجاتيف اجلوتينيشن بوزيتيف طبعا التحضين ما تنساهاش ولا يوز ار اتش تايبنج اوف كنترول بروسيجر تمام. انكوبيت تنساش التحضين هنا سامبل كنترول 30 دقيقة ووش اغسل 3-4 مرات ادد دروب ريجنت سنترفيوج جلت لي. طيب هذه الطريقة للدي يو. نيجي الان نتوقف عند هذه المحاضرة واستودعكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.